ورجعنا لكم بعد الفاصل. والفقرة دي معايا حاجة مهمة أوي، يمكن أكتر حاجة في الدنيا بتشغلنا هي أولادنا، خاصة في الفترات اللي أي سيدة عاملة أو أم بتشتغل فبتبقى بتفرق معاها أوي إنها تسيب ولادها في مكان أمين، في مكان هي مطمنة عليه، في تعليم، أمان، سلامة، بتسيب طفلها بتيجي تلاقيه زي ما هي سايباه. التعليم بيشغل اولادنا، يمكن كلنا بنشتغل وبنتعب علشان خاطر اولادنا، ويمكن دايما بنقول محدش بيحب يشوف حد احسن منه غير ابنه. الفقره دي فقره مهمه جدا، يمكن خلاص الاجازه بدات تخلص وكلنا دلوقتي داخلين على ان شاء الله يعني كمان شهر هنقول بدايه عام دراسي جديد، كلنا بنفكر نختار لاولادنا حضانه. طب الحضانه دي هنختارها بناء على ايه؟ ايه المعايير اللي تخلينا نثق في الحضانه دي او نقبل عليها او نقدم لاولادنا فيها؟ معايا النهارده حضانه فلاور كيدز اكاديمي، طبعا يشرفني ان يكون معايا في الحلقه النهارده مديره الحضانه استاذه نشوى عبد القادر. اهلا بحضرتك. يا الحضانه ليها مديرتين، الاثنين اجمل من بعض، مديره الحضانه برضو والاستاذه وفاء سيد. اهلا بيك، نورتيني. وطبعا المس الجميله اللي كل الاطفال بيحبوها مس هبه علاء، نورتيني. ومجموعه بقى من الكتاكيت كتير جدا، الاول نورتوني، منورين الاستوديو. عاملين ايه؟ مبسوطين ان انتوا هنا؟ مبسوطين؟ انا كمان مبسوطه ان انتوا موجودين معايا. مس نشوى، يمكن هبدا الحلقه معاكي واقول الحضانه، اي حضانه في الدنيا بيبقى ليها سن معين، صح؟ احنا عايزين نعرف الحضانه عند حضرتك الاول المفروض بتاخد من سن كام لسن كام، وايه المعايير اللي بتختاري بيها الاطفال اللي بيبقوا عندك في الحضانه؟ احنا بنبدا بسن 3 سنين وفي مطالع. تمام. فالاول بنختبرهم، بنعمل لهم اختبارات وبنشوف طبعا مستواهم، بيعرفوا لسه بيكتبوا، بيمسكوا القلم، بيلونوا الحاجات دي في الاول كده. تمام. مس نشوى، يمكن طفل ومعاه مامته بتعملي له انترفيو في وجود مامته ولا بيبقى لا لوحده؟ لوحده. تمام تمام. استاذه وفاء، اول يوم في الحضانه بيبقى صعب قوي قوي قوي، يمكن كل طفل بقى بيبقى مرتبط بمامته وعياط ومش عايز يسيبها، قولي بتتعاملي معاهم ازاي؟ احنا اول يوم بنعمل حفله اللي هو بيبقوا فرحانين بيها بقى، بارتي بقى، بيتلهوا بيها الكلام ده. بس انما ما بيبقاش في يوم دراسه على اساس ان هو يبقى مطمن مثلا المكان الاول يفرح فيه كده، لكن ما بنشتغلش يوم دراسي اصلا اول يوم. ده اول يوم. طيب في بدايه ما بتستقبليهم بقى وهم نفسيتهم يعني متحطمه، ليه بتستقبليهم ازاي؟ بتخليهم ينسوا ماما، ينسوا بابا، ويندمجوا معاك ازاي؟ هو اصلا اي طفل بياخد وقت عقبال ما يندمج في المكان ويتاقلم على المكان. اول يوم ده عليكي بيبقى يوم صعب بالظبط. فبيبقى عياط كتير وكده، فبياخد وقت عقبال ما يتاقلم على المكان ويحب اصحابه ويبقى حابب يجي الحضانه كده. تمام. بس هبه، يمكن حضرتك بقى اللي هو ايه في ميدان العمل او اكتر حد بيتعامل مع الاولاد، صح؟ هي عايزين نعرف في كام مرحله في الحضانه، وبيختلف طبعا المناهج اللي انتوا بتدوها طبعا لكل مرحله مختلفه. اتفضلي. عندنا المرحله الاولانيه بيكونوا بيستمعوا بس، بيتفرجوا يعني استماع بس ولعبه بالبازل. دي من سن كام لسن كام؟ من سن 2 ونص لحد 3 سنين او 3 سنين ونص، على حسب برضو بيكون الطفل على حسب الطفل برضو وقدرته، كل طفل وعنده وليه قدرته. في المرحله اللي بعديها اللي هو بتكون مثلا الطفل بيبتدي يمسك القلم، دي بتبتدي من سن 3 سنين ونص، برده بتبقى حسب قدره الطفل وحسب استوعابه اللي دوت. في الاول بيلون، بعد كده بنبتدي يكتب. من سن 4 سنين بيبتدي خلاص بقى يمسك القلم ماسكه كويسه وكده، بنبتدي بقى معاهم الحروف. وما شاء الله احنا عندنا اصلا اطفال في الحضانه بيشتهجوا كمان وبيقراوا ما شاء الله، يعني واخدين حاجات حلوه بيدخلوا بيها المدرسه مستريحين في المناهج وكده. تمام تمام. يمكن في الحضانه عند حضرتك بيقابلك اطفال ممكن يكون عندهم توحد، ممكن يكون عندهم اضطرابات في النطق، صح كده؟ يا حور انت عامله دوشه ليه؟ عامله دوشه ليه؟
بصي للكاميرا كده تقولي للناس، لا بصي هنا، بصي للكاميرا دي تقولي للناس ايه اللي شايفينك دلوقتي. انت بتعرفي تغني؟ ها؟ طيب هرجع لك تاني بس هخلص السؤال. فقولي لي بقى الاطفال اللي هم بيبقى عندهم توحد، عندهم اضطراب في النطق، وتعرفي ان عندك حد كده، بتتعاملوا معاه ازاي؟ اللي بيبقى ضعيف في الكلام الاول بكشف على لسانه الاول. في اطفال كتير بيبقى عندهم اللسان معلق، بيبقى ولي الامر مش عارف اصلا، فبيبقى بيعرف مني مثلا، وبعدين يعمل يعني بيروح يعمل عمليه اللي هو هيحسن النطق عنده. تمام. اللي هم التوحد بقى اكتشفناها كتير، اكتشفناها كتير قوي في الحضانه، وكانوا بيروحوا تخاطب برضو بس ما كانش حد بيعرفها. تمام. بس التوحد بقى بنحاول نخليه يختلط مع الاطفال كتير، ان هو يلعب معاهم، ان هو ما يبقاش قافل يعني على انت نفسه. ما بتعزلهوش هو اصلا كده كده؟ لا لا لا، هو بس انت ما بتعزلهوش كده، بحاول اخليه يندمج في دمج منه بين الاطفال كده. يبقى في حب بينهم، في الفه بينهم كده. تمام. نشوى الفروق الفرديه في اطفال في مستويات يعني بيختلفوا في المستوى الاجتماعي، في المستوى المادي، في التحصيل. كمان في فروق فرديه بينهم في التحصيل، في الذكاء. بتتعاملوا مع الاطفال ازاي؟ يعني هل بتقسموهم للسن، ولا ممكن كمان بنقسمهم على حسب مستوى الذكاء بتاعهم؟ مستوى الذكاء، ما هي برضه هي بتفرق من طفل لطفل. في ممكن طفل تلاقيه سنه قد التاني، بس ده فرق عن دوت. يعني في ممكن عندنا 5 سنين بتلاقيهم الله اكبر اللهم بارك عليهم، حافظين جدول الضرب، حافظين في بقى قدهم مش بيبقى اصلا لسه حتى مسك القلم، او حتى لسه يعرف اي حاجه. ممكن نقول ده بيبقى قدرات الطفل وقتها، ولا ممكن قدرات البيت برضو؟ لا هي قدرات، لا بس قدرات في الاول بتبقى قدرات الطفل، حتى لو في البيت ليه عامل وفي متابعه، ومتابعه جامده كمان، بس هو برضو بيبقى من الطفل. تمام. الحضانه، في ناس بتركز بقى في الحضانات، ولا احنا عايزه اروح للاولاد شويه وهرجع لكم تاني. تمام. وعد، ازيك يا وعد؟ عامله ايه؟ كويسه؟ خدي المايك كده، استني يا حور عشان انت باينه في الكاميرا. ادي المايك لحور. يلا شاطره، ادي المايك لوعد بقى. وعد عامله ايه؟ الحمد لله. انت كويسه؟ انت بتروحي الحضانه؟ ها، بتحبي ايه هناك؟ طب ادي المايك لحور. حور انت حافظه حاجه في الحضانه؟ ها، بيحفظوكي ايه هناك؟ ايام الاسبوع. عارفه ايام الاسبوع؟ طب قوليهم كده. السبت، ساتردي، ساتردي، ساندي، الاثنين، ماندي. لا لحول، ما تنكسفيش، قولي ما تخافيش. يلا شاطره. والتلات، تيوزدي. الاربع، وينزدي. والخميس، ثرزدي. والجمعه، فرايدي. شطوره. ادي المايك لحمودي بقى. حمودي خد، حمودي حافظ الفتحه. حمودي ازيك؟ عامل ايه؟ بيقولها جميل. قول باي باي لماما. اعمل باي لماما. شاطر. انت حافظ ايه دلوقتي؟ بس الحلقين. علي صوتك شوية. يا جدين يا دين عوضو يا دستعين مرسي لا تلوستدين يا دين عوضو مرسي لا تلوستدين يا دين عوضو مرسي لا تلوستدين مرسي لا تلوزينا نعم تعالين ولا الدولين امين. شاطر. شاطر. هو حافظ من وانا ايه يا قمر؟ ايسر. ايسر ما شاء الله. انت في كي جي كام؟ كي جي 1. كي جي 2. رايحه كي جي 2. بتحبي الحضانه؟ بتحبي الحضانه ليه؟ بحب المدرسه. بتحبي المدرسه؟ انت في المدرسه ولا في الحضانه؟ لا حضانه. حضانه بالنسبه لنا مدرسه. عايزين يطلعوا على طول المدرسه على طول. حلو قوي. بتحبيها ليه؟ كده بيدولك ايه هناك؟ عشان بنتعلم فيها حاجات حلوه. لما كل حاجه اقولها صح بيدولي حاجات. الله عليك. الله. طب تقولي لمامي ايه دلوقتي؟ قولها وانت الصح. لا قولي لماما ايه؟ تقولي لها بحبك يا ماما. تقولي لماما. لا بحبك يا ماما. شطوره.
اللي جنب ايسر اسمه ايه؟ اسمك ايه؟ اكرم؟ خدي اكرم. اكرم خد المايك. شطوره. ازيك يا اكرم؟ قرب المايك بقى عشان اسمعك. ازيك؟ انت بتحب الحضانه يا اكرم؟ لا رد رد. لا رد عشان نسمعك. بتحب الحضانه؟ اسمك ايه؟ بتحب مس وفاء ولا مس نشوى؟ بتحب مس وفاء ولا مس نشوى؟ الله انت جميل. الاثنين هو بيحب الاثنين صح؟ اللي جنب اكرم اسمه ايه؟ عادي يا حور. عادي يا حور. اللي جنب اكرم اسمه ايه؟ اياد. ياسر. ياسر بتحب الحضانه يا ياسر؟ اه. انت في كي جي كام دلوقتي؟ شاطر شاطر. هو هادي قوي ما شاء الله عليه. كي جي 2. انت في كي جي 2؟ بتاخد ايه في الحضانه؟ حضانة 2. ها؟ واحد اثنين واي بي. الله الله شاطر. 1 2 شاطر. اقعد يا حور. اقعد يا وعد. طب تقولي لماما ايه دلوقتي؟ الله بياخد فرنساوي دي. برافو عليك. برافو شاطر. طيب هو انا يعني علشان الولاد فاحنا يعني اسمحوا لي ان احنا ناخد فاصل صغير ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبكمل بقى مع الامراض اللي قاعدين. خد يا ياسر صح؟ ياسر اديله المايك معلش. شاطر. خد المايك. يلا ياسر نبص للكاميرا بقى كده. ومس بتقول لي ان انت شاطر قوي وحافظ حاجات كتير صح؟ اه. طب تقول ايه بقى دلوقتي؟ يلا ياسو كده قول بسم الله. يلا قول معانا اسم سيدنا محمد ايه؟ محمد ابن عبد ابن عبد المطلب ابن عاش ابن عبد مناف ابن قضي ابن قياس. شاطر شاطر. اولاد النبي كام؟ سبعه. سبعه برافو عليك. كم ولد؟ ثلاثه. وكم بنت؟ اربعه. طب يلا نقول اسماء الولاد. ابراهيم قاسم عبدو يا ابراهيم. قول شاطر شاطر. قاسم عبدو يا ابراهيم. ابراهيم. طب واسماء البنات ايه؟ رقية فاطمة ام كلثوم وزينب. شاطر شاطر شاطر. اللي جنب ياسر بقى اسمه ايه؟ ياسين. ياسين بتحب الحضانة بقى كده وبتحب تروح؟ اه. بتاخد ايه هناك؟ باخد عربي وفرنساوي وحساب. انت بقى تعرف تقول لنا حاجة حلوة من الحاجات دي؟ حافظ ايه؟ في حافظ بقى حساب. حافظ الجدول. جدول. اه ما شاء الله حافظ جدول. يعني هم بيحفظوكم الجداول. طب قول. طب يلا تقولوا بالرياضه ولا تقولوا بالمس؟ بالمس. طب يلا نقولوا تيبل 2 في 2 2 باي 2 ايكوال 4 2 باي 3 ايكوال 6 2 باي 7 ايكوال 4. ما تتلخبطش بالراحه. طب انا اسالك انا. ما تتوترش. 2 باي 2 ايكوال 4 2 باي 3 ايكوال 6 2 باي 4 ايكوال 8 برافو. 2 باي 5 ايكوال 10 برافو. 2 باي 6 الوان يعني ايه؟ كولر. شاطر. طب يلا نقول كده الكولر. احمر يعني ايه؟ ريد. اخضر. جرين. اصفر. يلو. بني. بيضاوي. اسود. بلاي. شاطر شاطر. برافو عليك. ها اللي جنبه انت نمت ولا ايه؟ طب يلا خد المايك كده وسمعنا صوتك. يلا ادم. اسمك ايه؟ ادم. ادم انت جاي تعمل ايه هنا النهارده؟ عشان انا بحب الحضانه. وانت جميل واحنا كمان بنحبك. طب مين جاي معاك؟ اللي انا بحب الحضانه عشان هي الحلوه. الحضانه حلوه؟ طب مين اللي جاي معاك؟ انا عايزه اقول لك حاجه بقى عن ادم. ادم اول ما جالنا الحضانه كانش بيتكلم خالص. واضح على فكره ان هو هادي. هو على فكره ابني. لا هو دلوقتي ما شاء الله عليه. هو ابني مش هبه. شهاده بقى تتقال في حق الحضانه. انا قبل ما اكون مدرسه انا وليت امر. يعني ادم ابن حضرتك. انا ادم ابني ما كانش حرفيا بينطق حرف. ما شاء الله. حرفيا ما كانش بينطق. الكلام عنده فعلا ما كانش واضح خالص. ما كانش بيقول حتى ان هو عايز اللي هو زي الطفل الصغير امبو حتى. انا كنت فاكره ان هو اصلا يعني عنده توحد. فبصراحه جبت الحضانه يعني ما شاء الله ما كانتش موجوده معانا اصلا. حرفيا ادم دلوقتي يعني عايزه اقول لك من طفل ما كانش بينطق خالص. لا
ما شاء الله الله اكبر بيتملى. اه ما شاء الله. يعني دي بالنسبه لي كانت بصراحه يعني معجزه جدا. ما شاء الله ربنا يخليه لك يا رب. ايه ده نحافظ ايه؟ حافظ ماس وعندنا عربي وعندنا ماس وعندنا رياضه. شاطر. هو مش الماس هو الرياضه ولا انا؟ لا احنا بناخده حساب وبناخده بالماس بالانجلش. حساب يبقى بالعربي وماس يبقى بالانجلش. بناخد الاثنين. تمام. طب انت مش حافظ اغنيه حلوه كده بيقولوها لك في الحضانه ولا حاجه؟ بنقول ايه بقى؟ بنقول اغاني كتير في الحضانه. بنقول ايه؟ مش حافظ؟ طب تقول لماما ايه؟ بتحبها؟ طب قول لها بحبك يا ماما. حبيبي. ادم بقى حرفيا يعني زي ما كنا بنقول لك كده. هبه ما كانش معانا في الحضانه اصلا. استنى يا مودي عشان مودي هنسمع. مودي. لما جابته الحضانه طبعا كانت شيء موجوده معايا. دلوقتي الله اكبر الله اكبر مبارك. ادم مؤهل ان هو يخش اولى ابتدائي او ثانيه ابتدائي. عايز اقول لك انا في المدرسه لما اختبروه المفروض ان ادم دخل كي جي 2. لما اختبروه مديره المدرسه قالت لي ادم يعني انا دخله ثالثه ابتدائي. اللهم بارك. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك. حافظ لغايه تيبل 6 بصراحه. ما شاء الله الله اكبر. يعني. طيب قولي لنا بقى كده يعني عايزين نتكلم احنا عشان حضانه تطلع مستوى كي جي 2 ومستوى ثالثه ابتدائي فاكيد احنا ماشيين على سيستم معين بنقدم انشطه معينه في الحضانه. قولي لي ايه الانشطه اللي انتم بتقدموها ونظام الحضانه ازاي؟ نظامنا احنا كل يوم عندنا الاساسي القران اول حاجه بنبدا بيها طبعا. تمام. بيبقى عندنا مادتين بس في اليوم. ماس عربي ثاني يوم بيبقى حساب انجليزي. تمام. فرنساوي يوم واحد بس في الاسبوع يوم الخميس ومعاه فاندي. الصور طبعا انا بعتها احنا الصور معانا على الشاشه دلوقتي بتعرض الانشطه طبعا اللي انتوا بتقدموها في الحضانه. حضرتك بتتكلمي اتفضلي. بس بقى كل سن برده حسب الانشطه ليه. تمام. يعني مثلا السن اللي هو الصغير خالص بنبدا معاه الوان. نبدا معاه ان هو يعرف الحيوانات اسماء الحيوانات بالعربي والانجليش. يعرف الفواكه الالوان كلها كده. تمام. بنسمع عن الفان دي واغلب الناس او اغلب الحضانات علشان تجذب الاطفال بقوا يركزوا على اليوم الترفيهي ده قوي. لو قلنا حضانه فلاور كيدز اكاديمي اليوم الترفيهي ده بالنسبه لكم يعني انتوا بتتعاملوا معاه ازاي؟ هل هو قاعده اساسيه؟ هل هو واخد كل الحيز ولا يعني بتتعاملوا معاه ازاي؟ هو اليوم الترفيهي بالنسبه لهم وبيحبوا هم بيحبوا اليوم الخميس دوت. لان بنعمل فيه انشطه كتيره جدا. بس بيبقى ليه يوم محدد مش كل الايام. هو يوم الخميس بس. هو يوم الخميس بس. بيبقى ممكن يعمل يوم مثلا زي يوم فلاحي مثلا اللي هو فطير عسل جبنه فاهماني؟ وبيلبسوا يعني بنلبس لبس كده انشطه وكده. ويوم تاني نعمل فيه فطار جماعي الاطفال كلها تفطر مع بعض. وايه تاني؟ بنعمل انشطه اللي هي بالالوان عشان يعرفوا الالوان. بالنسبه لهم اصلا لما بيجوا عشان محافظين حاجه الحضانه مش هيحفظوها كده. طريق اللعب لازم حاجه عملي. بالظبط. في يوم سلايم عشان خاطر يحفظوا الالوان. بجد بتفرق معاهم جدا. الطفل بيحب الحاجه. كاننا بنلعب وفي نفس الوقت هو لازم ادوات جذب لازم وسائل. أيوة تعليميه فعلا في المرحله دي. بيحفظ كده يعني مش مساله ان هو نحفظ كده بس. بس يعني. طب خلينا نقول كتب بقى الكتب التاسيس. هل الكتب دي انتوا بتستعينوا بكتب من بره؟ أيوة. او الكتب دي انتوا اللي تبقوا عارفين المحتوى. احنا عايزين محتاجين محتوى كذا احنا اللي هنعمله. بيبقى على قدره ولي الامر يعني. مش كل بصراحه بيبقى عايز الكتب. في ناس بتبقى ناس قادره ان هي تجيبها ناس لا. لا يعني انا مثلا ممكن يكون طفل معايا معاه الكتب بتاعته وفي طفل تاني ممكن. طب هتشتغلوا معاه ازاي؟ احنا كده اللي مش جايبين من الكتب اللي مش جايبين الكتب بنشتغل من الكتب. اكثر سايز مثلا منها كل حاجه من يعني ممكن الكتب. تشتغلوا في الكراسات معاهم مش شرط الكتب ولكن المحتوى التعليمي انتوا عارفين الكتب بتبقوا محددين احنا هنشتغل كذا صح كده؟ طيب لو قلنا ايه المهارات اللي بيكتسبها بقى الطفل في الحضانه؟ ايه اكتر حاجه؟ هل سلوكيا ولا تعليميا؟ هي سلوكيا يعني الاول برضه. لا سلوكيا بتفرق كتير. يعني اكيد بتركزوا على تعليم الدين على اداب الطعام كل حاجه على صراحة. كل حاجه رعايه اهتمام بنظافه كل الحاجات دي لازم اهتم بيها. يعني انا مثلا بخصص كل فتره بجيب دكتور بجيب دكتور الحضانه ان هو ممكن يعمل مثلا تشيك اب عليهم كلهم كده ونشوف ايه الدنيا لو اي طفل فيه اي حاجه كده.
يعني بناخد الجانب الاجتماعي والجانب التعليمي، ما يعني احنا بناخد بالزبط. الطفل من كل الجوانب بالزبط. هو دايما وقت الحلقه بيعدي معاكي بسرعه جدا ولكن نورتوني جدا ومثال فعلا مشرف للحضانات التعليميه اللي موجوده، وفعلا يعني لفتوا النظر على السوشيال ميديا ولفتوا نظرنا بوجودكم الراقي معانا ونورتوني جدا بس حقيقي. احنا معلش عايزين نوصل رساله ل نسنها سريعا معاكي عشان وقت الحلقه بتضيع. حابين نشكر صراحه طبعا هي ساعدتنا في حاجات كتيره اكتر حد ادانا طاقه ان احنا نكمل بصراحه ايجابيه. مس نهى محمد انا استضفتها قبل كده في حلقه معايا وفعلا هي نموذج مشرف جدا وفعلا يعني انا بحبها ودايما ناجحه يا رب. احنا بنشكرها. نورتوني. طبعا انا معايا صوره دلوقتي على الشاشه طبعا الفويس اوفر الجميله الأستاذة ريهام شكل. طبعا بشكرك جدا على وجودك الراقي وعلى دعمك وعلى الحاجات الحلوة اللي انت دايما بتقدمها لنا ودايما ناجحة ودايما جميلة. ولحد هنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج شبابنا مستقبلنا، ولكن على وعد باللقاء مع شباب مبدع من شباب بلدنا الغالية شباب مصر.